وأما عيسى عليه السلام في الموقف الشديد لما يقول الله جل وعلا له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والله عز وجل يعلم أن عيسى عليه السلام ما كان ليقول ذلك. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إن الجواب الكافي في ذلك الموقف أن يقول: حاشاك يا رب، لست بقائل، أو ينفي فيقول: لا ما قلته. لكن انظر إلى جواب عيسى عليه السلام، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما يكون لي، ما قال لم أقل، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم يمعن في تذلله وإخباته وافتقاره: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. غاية في الذل والافتقار والخضوع إلى الله عز وجل في موقف كان يكفي أحدهم أن يقول كلمتين يثبت فيها ما يريد أن يقوله لربه عز وجل.